ne sont pas angoissés. Nous avons une grande confiance dans la compagnie Air Algérie. Apparemment, c'est la meilleure au monde. Et puis, il y a de quoi se vanter des pilotes algériens et d'une formation assez rare. Donc, c'est une très bonne formation qu'ils ont reçue. Donc, on a toute quiétude. Nous allons prendre l'Air Algérie. C'est vraiment dommage, voilà. Mais en dehors de tout ça, bah, écoutez, ce qui doit arriver va arriver de toute façon. Alors il vaut mieux partir sereinement et puis avoir le courage de prendre l'avion comme tout le monde. نوقف وقفة حزن قدام الحادثة يلي وقعت امبارح طيارة جزائرية يلي في علامتنا تأكد وجود 19 لبناني. كنا بعدنا عم نبحث على اسمين تبين اسم ثالث انه سوري، ولكن المعلومات المأكدة وجود 19 لبناني بالمانيفيست اللي حصلنا عليها اول وصول اخبار وقوع الطائرة. طبعا نحن كوزارة خارجية أوفدنا مباشرة القائم بالأعمال والسفير اللي موجودين بالدول القريبة من هونيك، لأنه بالأول ما تأكدت لنا المعلومات إذا الطيارة بالنيجر أو بمالي، بالتالي يعني استنفرنا السفيرين بالدولتين القريبين من هونيك. وطبعا كمان حضرنا الوفد يلي هو مؤلف من وزارة الخارجية ومن الأمن العام ومن الهيئة العليا للإغاثة لينتقلوا بأسرع وقت ممكن لهونيك بانتظار تكون المعطيات اللازمة عن مكان وقوع الطائرة، شو الظروف اللي بدهم يشتغلوا فيها. وأكيد عم نتعاون بشكل مباشر ولصيق مع السلطات الفرنسية يلي حقيقة عم تبدي كل تسهيل من قبلها لمساعدتنا بكل الأمور اللوجستية اللازمة، لأنه في عنا مأساة كبيرة وفي عنا